فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمر بتسوية الصفوف مقيد بما ورد فيقول تراصوا واعتدلوا أم نعم له؟ نعم، يأتي بالألفاظ الواردة في هذا: تراصوا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يأتي بالألفاظ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث ألفاظا من عنده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.